بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. صدق الله العلي العظيم. هالآية حبيتها كتير وعبت لي الدماغ. عامل ديل هلا بشهر رمضان، انا ناقصني شويه حسنات، فاللي بده يغتابني وياكل شوي من اللحمه فيك، لانه في حسنات بدي اياها عايزها، بتعرفوا الله ميسرها معي ماديا، فناقصني شيء للاخره. قد ما فيكم احكوا علي، كلوا من اللحمه، كلوا من جسدي، سأطالكم يوم القيامه وكفوهم انهم مسؤولون. صدق الله العظيم.